لما اللي رحت على غزة بيجي 3-4 مرات. مش مركن علي بالمرة. مش فلطينيين موجودين وين ما كان. شو يا بنيتي ما سوت هالعام شبك عجوز هيتعشى. صباح الخير، اليوم بعجول جايين صبحية عند خالتي أم محمد، تعالوا أعرفكم عليها. قبل ما نبدأ، هذا تذكير إنه حياتنا مش طبيعية. الأوضاع بكل المدن والقرى الفلسطينية صعبة بوجود الاحتلال، بس حبينا نوثق يوم بيعكس هويتنا وتراثنا رغم الألم اللي بنعيشه. شو هالثوب الحلو؟ الحمد لله، إن شاء الله الله يحل دنياتك دنيا وآخرة يا حبيبتي. الله يرضى عليك. شغل إيدك؟ شغل إيدي. أو وكيف اشتغلتي هذا؟ بنحط الماركة وبنجيب حرير طوب وبنخيطه بالإبرة حبة 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 حبة، بعدين بننسل الماركة البيضة. صحيح. طيب سمعت بدك تفطريني، جاي عندك صبحية اليوم يوم كامل معاكي. هاي عجلنا وبدنا نخبز على الطابون وننزل على ناخذ الفطور على العين بين هالشجر. يا سلام. بنخبز ونروح على العين. طيب يلا نروح على الطابون. يلا اخبز معاكي. يلا قوم. يلا. يا الله يا رحيم يا معين يا الله يا ربي. بدي أساعدك إن شاء الله. خلينا نربط الشعرات، بلاش نتبهدل من ستات البيوت. بعدين بلاش يجي في العجين شعر. ولا خلص تشفيها يا الله تشفيها. ما هي لزقت منها. شو يا بنيتي ما سوت هالعام شبك عجوز هيتعشى. انت ساعة مش متجوزة. سمعتي فيها والمطر. هيك بنكون جهزنا فطورنا ونزلنا على بساتين عجول، وبطريقنا كان في واحدة من عيون المي من أصل 5 عيون بتروي البساتين بيسيطر الاحتلال على واحدة منها لصالح مستوطناته ومهدد التانية بالمصادرة. المهم أول ما وصلنا الشباب مع الشوب نسيوني تقريباً تحمموا. وهون وصلنا وقعدتنا كانت تحت الجوزة. يا عيني على الحجات الحلوات. شو هالبستان الحلو. سهلة حبيبتك. قاعدين بينكن. تيجوا بالعادة هان عند الزرع؟ بنيجي بنفتح المحابس وبنسكي. من لكينا مي بنسكي، من ما لكناش بنسحب حنا ونضل مروحين. بالعادة في مي مش في ينابيع؟ في مي. أكوال أيام بنسكي ونروح. بغدا فاتحينها في يوم انتغدى البرش ملاني، بغدا 3-4 نسات يسكو انا ومكمال وجرت جرياننا الثانيين وهذا وهذا. طب انت قلت لي بدك تعيشيني ايام زمان. كيف بكيتوا ايام زمان تنزلوا على هالبساتين؟ نطيح بكينا نطيح نسكي ونلقط هالخضريات ونروح بكاش قبل الساعه في خنازير. نطيح نزل هالزليل هالكد هالجونه يغدا الفكوس البندوره الخيار الكوسا الباميه كل شيء ما شاء الله. ونزل هالجونه عروسنا ونطلع على هالعين ونروح على البيت. اليوم ما احنا خطيرنا بطلنا نقدر ننزل. ولا مالك شباب؟ والله ما بنقدر، والله انا ما بقدر انزل. وين كمان الاخرين مثلي فك عيون المي كيف بكيتوا تروحوا تملوا؟ كنا نروح نملي اول شيء عروسنا في وكيت وفي وكيت، بعدين بدنا نشتري جحاش بعيد عنك ونشد على هالجحش ونحط هالكلام ونروح نملي. لكن شو اسمه؟ عايشه نخبز على الطوابين زي ما شفنا اليوم. ونملي عروسنا ونروح نسرح ويفضل ما حد عنده غنم عنده دواب. وقبل بكيت نشهد دور كبار هالكده لا نشطف كل يوم ولا نمسح كل يوم، نكنس هالمصطب ونقعد وهالجليات صغار وهالولاد وخلصت فتشت اليوم بدش تجلي والحمامات الدار 3-4 حمامات والمسح والدنيا والمعطر والكلور وهذا من هنا ينضف للساعات. والله بعدين الترباية بتفرق. والترباية بس تلفتي في الولد لهيك في عينك يغيب في الارض. صح مثل اليوم هالكده يعني الولد بتغدى بتزلك عن هال
ولا بردوا علام ولا علب ولا احفادك بردوش عليك ولا بردوا لعمياتهم مش راضين يا بنيتي بدهم يردوا علي مفيش واحد رادد على حدا اليوم احنا الوقت اللي احنا فيه الوقت الضايع اللي ما حدا برد على حدا لنا ما هادي بكينا ماكوش الناس تشتغل هالقد ايه اليوم ليل ونهار بيشتغلوا هالناس مش بيتش من اللقمه بكينا الواحد ياخذ زمان الاردن بكينا مش بكينا يوم كمال يكونوا تعريفه بكينا وكرش اليوم من اخذ الواحد 20 شيكل و10 شيكل بكفيش الدنيا غليه بدي أقطعكم عن القعدة الحلوة وأحكي لكم عن عجول هالقرية الصغيرة اللي بتتوسط جبال مزروعة باللوزيات والزيتون وببلدتها القديمة معالم أثرية وخرب وجامع قديم وبيوت بتعكس نسيجها الاجتماعي المترابط على مر العصور يا أهلا وسهلا فيك معنا أهلا وسهلا فيكم شكرا بداية على هالجمعة اللطيفة أسعدكم شرفتونا يعني موجودين احنا في بساتين عجول فبدنا نحكي عن هالبلده او القريه الصغيره اللي يعني لليوم محافظه على اصالتها وتراثها وتاريخها هذا البلد جاذبيتها في جمالها وفي حلاوتها وفي طبيعتها وفي غناها في مصادر الطبيعه اللي هي نبعات المياه الموجوده فيها اللي بتحيط فيها من جميع ارجائها يعني من اذا طلعتي للشرق بتلاقي في نبعه مي اسمها عين مشركه اذا طلعتي للغرب في نبعه مي اسمها عين داره اذا طلعتي لوسط البلد في عين مي اسمها عين البلد او مسمى القديم عين البنات اذا طلعتي في بدايه البلد من جهه روابي في عين اسمها العين الصغيره اللي بنتاسف انها ضاعت لحد الان مصادره من قبل الاحتلال وما بنقدر نوصلها فهذه المصادر الطبيعة هي اللي بتخلينا متجذرين وقاعدين في هالبلد وبننتمي إلها وبنحبها وبنعزها ومرابطين فيها وكد ما نقدر نعمرها بدنا نعمرها لو شو ما كلفنا الأمر يكلف عجول زيها زي باقي مدن الضفة بتعاني من وجود الاحتلال ومن هجماته المستمرة عليها نعم صحيح عجول مش منفصلة عن الواقع اللي بعيش فيه أهل فلسطين بشكل عام عجول قبل أسبوعين اتصاب فيها شابين وكان في إصابة منهم إصابة خطيرة قبل 5 أيام كان في حريق بسبب الاحتلال في البلد وطفيناه بصعوبة في مستوطنات قريبة طبعا في مستوطنة عطير قريبة منها وأساسا بيجوا على السبب مصادرة نبعة اللي هي المستوطنة القريبة منها وفي المستوطنة قريبة برضو من النبعة الثانية من الجهة الأخرى فالمستوطنين موجودين وين ما كان وحتى لو فيش مستوطنين مع الأسف جيش الاحتلال نفسه هو أداة تخريب وأداة تعطيل في فلسطين بشكل عام فإحنا بنعاني من ويلات الاحتلال جميعنا وحتى نبعات المي عدم استغلالها سبب رئيسي في الاحتلال فبنتمنى إن شاء الله ربنا يزيل هالغمة عن فلسطين جميعها الله يهد البال ويفرجها على كل فلسطين إن شاء الله شكرا جزيلا وبالحديث عن السياسة كملنا مع أم محمد اللي زارت غزة من 50 سنة وما بتنساها بتتفرج على الاخبار؟ بتفرج والله في النهار قاعد اعيط على هالغزه. والله ما بسكر التلفزيون. والله يا بنيتي ما بالسر لا صديق ولا عدو. بينها وبين الله. شوفي هالغزه، تشوفي الاطفال اللي محربكين، تشوفي الاطفال اللي جعانين، تشوفي الاطفال اللي مشلحين ومشلتحين. كيف بتنصري؟ تنبسطي يوم تشوفي هذول المناظر والله ما بتنبسطي. شوف اللي بيصيع ابنها اللي بيصيع جوزها اللي بيصيع اخوها انا من اللي رحت على غزه بجي 3-4 مرات رحتي؟ بكى جوزه شرطي وبكينا نروح عند ناس بنعرفهم بتعرفي غزه منيح يعني شو بتتذكري منها؟ ولا ما انه والله بكينا نروح نقعد يومين ثلاثه نروح على هالبحر تشوفوا وتفرجي فيش في الدنيا احسن منها غزه هذا الحكي كامل 50 سنة من 50 سنة وجاي بتلاقيها الكلبة تكلبة دمروها والله لو إني أقدر يشهد علي الله لو بمركوا على غزة ما بخلي حيلتي إيش اللي أودي لهم إياه الله يفرجها يا خالتي الله يفرجها عليهم وعلى كل مذايب جولتنا بعجول هالمرة اقتصرت على جزء صغير ما بين التاريخ والتراث الفلسطيني اللي مهما تسارع الزمن أو تطور فهو متأصل بجذورنا وعن لمة العيلة اللي مهما داقت علينا الدنيا بتضل مرجعنا
وأساس صمودنا بهالأرض.